والآن مشاهدينا مع أهم أنباء المال والأعمال. أخبار الاقتصاد مع فاطمة خليل، إليك فاطمة. شكرا هبة حسين وشكرا إيمان منصور، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. تبدأ الحكومة غدا الإفراج عن مستلزمات الإنتاج الموجودة في الجمارك، تهدف تلك الخطوة إلى تمكين المصانع المتوقفة من العودة إلى العمل، فضلا عن إتاحة السلع في الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار. أعلنت وزارة الزراعة الإفراج عن 183 ألف طن من الذرة وفول الصويا من الموانئ، وأكدت الوزارة أن الإفراج شمل 122 ألف طن من الذرة بقيمة 44 مليون دولار و61 ألف طن من فول الصويا بقيمة 42 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 8 ملايين دولار. نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعا موسعا لمناقشة سبل جذب الاستثمارات القطرية إلى مصر. أشار الرئيس التنفيذي للهيئة المستشار محمد عبد الوهاب خلال لقائه وفد رابطة رجال الأعمال القطريين إلى أن نجاح الشركات القطرية العاملة بمصر واستدامة عملها يمثل عاملا أساسيا لتحفيز المزيد من الشركات القطرية للاستثمار في مصر. تشارك مصر بمؤتمر ومعرض أبو ظبي الدولي لبترول أدبك 2022 المعقد بالإمارات. أكد وزير البترول طارق الملا أن مصر لديها خطة طموحة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 40% بحلول عام 2030، مضيفا أن مصر تتعاون مع شركائها العالميين في مشروعات لخفض الانبعاثات الكربونية من صناعة البترول والغاز، لافتا إلى أن قمة كوب 27 بشرم الشيخ ستشهد لأول مرة في تاريخها تخصيص يوم لخفض الكربون. شهد وزير الكهرباء محمد شاكر إطلاق إشارة بدء أعمال مشروع شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح لتطوير وتشغيل مزرعة رياح بقدرة تصل إلى 500 ميجاوات في رأس غارب. يبلغ حجم استثمارات المشروع نحو 680 مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من بناء مزرعة الرياح في غضون 32 شهرا، على أن تنتهي المرحلة الأولى منها خلال 24 شهرا. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات آخر جلسات شهر أكتوبر بارتفاع جماعي للمؤشرات وسط مشتريات أجنبية. ارتفع رأس المال السوقي بنحو 13 مليار و400 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 764 مليارا و749 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند 11100 نقطة ليرتفع بنسبة 2.45% ويغلق عند مستوى 11372 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 2231 نقطة ليرتفع بنسبة 91% مغلقا عند مستوى 2251 نقطة. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 3236 نقطة ليرتفع بنسبة 1.19% ويغلق عند مستوى 3275 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي نحو 24 جنيه و7 قروش للشراء و24 جنيه و17 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر اليورو، وصل سعره إلى 23 جنيه و88 قرشا للشراء و23 جنيه و99 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الجنيه الاسترليني، وصل سعره إلى 27 جنيه و75 قرشا للشراء و27 جنيه و87 قرشا للبيع. أما عن أسعار العملات العربية، وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 6 جنيهات و55 قرشا للشراء و6 جنيهات و58 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الريال السعودي، وصل سعره إلى 6 جنيهات و40 قرشا للشراء و6 جنيهات و43 قرشا للبيع.
رفعت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط في المدى المتوسط والأطول، وأشارت أوبك إلى أن استثمارات تبلغ 12 تريليون و100 مليار دولار مطلوبة حتى عام 2045 للوفاء بهذا الطلب رغم مساعي التحول لمصادر طاقة نظيفة. تتوقع أوبك أن يبلغ متوسط الطلب العالمي نحو 108 ملايين و300 ألف برميل يوميا بحلول عام 2030. مشاهدينا انتهت هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لهبة وإيمان لاستكمال ما تبقى من السلسلة. شكرا جزيلا لك فاطمة.